بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة والطالبات، السادة أولياء الأمور، السادة المعلمين، النهاردة الأخبار خاصة بالمعلمين وبالطلاب وبالسادة أولياء الأمور. طبعا من أهم الأخبار اللي معانا، ما مصير الراسبين بامتحان الثانوية العامة؟ يا ترى اللي هيرسب بدور تاني ثانوية عامة، يا ترى نظامه إيه مع العام القادم لطلاب الصف الثاني الثانوي حاليا اللي هم نظام التابلت. الخبر الثاني، المستهدفين من الامتحان الورقي للطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، ما مصير هؤلاء المستهدفين وماذا عن إلغاء المشاريع البحثية؟ الخبر الثالث ويخص المعلمين، وهو أن التعليم تعيد تغيير خريطة توزيع المراقبين بالثانوية العامة بسبب كورونا. لو جينا نبص على أول خبر معانا، التعليم توضح المستهدفين من الامتحان الورقي قبل بدء العام الجديد. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الحل القانوني البديل لمن امتنع عن تقديم المشروع من طلاب النقل من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي هو امتحان ورقي في كل المواد، امتحان ورقي في كل المواد قبل بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن الامتحان الورقي لن ينطبق إلا على من امتنع عن كتابة المشروع البحثي. وفي الوقت الحالي جميع الطلاب يقدمون مشاريع أبحاث موضحة أن المستهدفين من الامتحان الورقي هم الممتنعون. يبقى عندنا الامتحان الورقي اللي هيتم خاص بالطلاب اللي امتنعوا عن تقديم مشروع بحثي. ونفت الوزارة ما تردد بشأن إلغاء الأبحاث لطلاب النقل والاكتفاء بنتيجة الفصل الدراسي الأول خلال العام الدراسي الجاري. طبعا نفت الوزارة، وإن شاء الله هنوضح كلام الوزارة في صورة بتوضح هذا أو جدول بيوضح كلام الوزارة. ونفت الوزارة ما تردد بشأن إلغاء الأبحاث لطلاب النقل، يعني كل اللي بيقول لا الأبحاث اتلغت كلام كذب. ما تردد بشأن إلغاء الأبحاث لطلاب النقل والاكتفاء بنتيجة الفصل الدراسي الأول خلال العام الدراسي الجاري، يبقى نفت الوزارة موضوع إلغاء الأبحاث. وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حسم الجدل حول مصير المشروعات البحثية لطلاب النقل والامتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي. طبعا زي ما احنا تناولناه في فيديو سابق ان عندنا مفيش حاجة اسمها مشاريع بحثية لطلاب الأول والثاني الثانوي، ولكن في امتحان ان شاء الله هيعقد في نهاية شهر ابريل لطلاب الصف الأول والثاني، ولكن المشاريع البحثية للطلاب الأول والثاني هم طلاب الدمج والمنازل. وأكد وزير التربية والتعليم أن القول الفاصل في إجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم لتقييم الطلاب في ضوء الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا، حيث تتردد أمواج من الشائعات والأكاذيب في هذا الوقت عن إلغاء وتبديل وتغيير، وللأسف تمارس الكتائب الإلكترونية كافة ألوان الكذب والتضليل لبلبلة أبنائنا وأولياء أمورهم. وتابع الوزير أن كل من تناول لقاءات بيني وبين رئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية أو هلل لنصر كبير بإلغاء هذا أو ذاك فهو كاذب ومضلل، ناهيكم عن التطاول وإساءة الأدب وسوف يحاسبون بالقانون. يعني اللي بيقول كلمة يتحاسب عليه. طبعا ده الجدول اللي الوزير اعلن او اتكلم قال لك في تقييم في مشروعات بحثيه من السنه الدراسيه من ثالثه ابتدائي لثالثه اعدادي. قال لك قرار الوزاره ايه؟ قال لك اعداد المشروع بواسطه الطالب او مجموعه رقميا او ورقيا وتسليمه قبل 15 مايو 2020. ده بالنسبه لثالثه ابتدائي لثالثه اعدادي. الحل القانوني البديل بقى اللي مش هيقدم البحث ايه؟ قال لك دور تاني يتضمن امتحان ورقي في كل المواد قبل بدء العام الجديد. يبقى دور تاني يتضمن امتحان ورقي في كل المواد قبل بدء العام الجديد. والاشاعه والبلبله الغاء الابحاث واعتماد نتيجه الترم الاول. طبعا الاشاعه او البلبله اللي تظهر لهذه الايام ان الابحاث هتتلغى واعتماد نتيجه الترم الاول، طبعا دي اشاعه وليس لها صحه. الامتحانات الالكترونيه طبعا هتكون على الصف الاول والثاني الثانوي، وطبعا اداء الامتحانات الالكترونيه من المنزل حسب الجدول المعلن.
وسوف يكون البديل دور تاني قبل بدء العام الجديد، دور تاني قبل بدء العام الجديد. بالنسبة للإشاعة اللي بتقول إن امتحانات الثانوية العامة سوف أو امتحانات أولى وتانية ثانوي سوف تستبدل بامتحانات الامتحانات بأبحاث أو إلغائها واعتماد نتيجة الترم الأول، فطبعا دي إشاعة وليست صدق أو ليس لها أي أساس من الصدق. بالنسبة لامتحانات الصف الثانوية العامة اللي هو الصف الثالث الثانوي، أداء الامتحان في لجان مؤمنة ومعقمة مؤمنة ومعقمة حسب الجدول المعلن، يبقى قرار الوزارة أداء الامتحان في لجان مؤمنة ومعقمة حسب الجدول المعلن. دور تاني بنصف الدرجة في موعد يحدد لاحقا أو إعادة السنة بالنظام المعدل. بالنسبة للإشاعة اللي بتقول إن امتحان الثانوية العامة هيتلغى وهيكتفوا بالأسلوب أو بالقدرات أو بنظام القدرات في الجامعات، طبعا ده كلام ليس له أي أساس من الصحة أيضا. يبقى كل كلمة إشاعة وبالباقي دي إشاعات وليست صدق. قرار الوزارة طبعا ده اللي احنا اللي احنا موثقين، يبقى قرار الوزارة بالنسبة لتالتة ابتدائي تالتة إعدادي إعداد مشروع، أولى وتانية ثانوي أداء امتحانات إلكترونية من المنزل، الصف الثالث الثانوي أداء الامتحان في لجان مؤمن. الحل البديل بالنسبة لمرحلة ابتدائي وإعدادي لنقل دور تاني يتضمن امتحان ورقي في كل مادة، وعندنا أولى وتانية ثانوي دور تاني قبل بدء العام الجديد، وعندنا للصف الثالث دور تاني بنصف الدرجة. يعني مثلا لو أنا درجة اللغة الإنجليزية 60 وانا عملت امتحان دور تاني اخد 30 فقط، حتى لو انا جاي لو انا جبت حصلت على في ورقه الامتحان 50 من 60 فيحسب ليا 30 فقط، يبقى دور تاني ويحسب بنصف الدرجه في موعد يحدد لاحقا، يعني موعد الامتحان الدور التاني لم يحدد بعد. طبعا معانا خبر هام برضو، ما مصير الراسبين بامتحان الثانويه العامه؟ طب الطلبه اللي هيرسبهم في امتحانات الثانويه العامه يا ترى مصيرهم ايه بالنسبه للطلبه الصف الثاني الثانوي اللي بيمتحنوا حاليا على نظام التابلت؟ طبعا ده اللي هنعرفه حاليا. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الثانوية العامة هذا العام يؤدون الاختبارات في لجان مؤمنة ومعقمة حسب جدول الامتحان الذي تم إعلانه دون تغيير. وأضاف وزير التربية والتعليم أن الحل البديل لمن يتخلف عن امتحان الدور الأول أو يرسب في مادتين دخول امتحان الدور الثاني بنصف الدرجة أو بدرجة أو بالدرجة الكامل إذا كان لديه عذر قانوني، يعني ممكن ياخد درجة كاملة لو كان عنده عذر قانوني منعه من دخول الامتحان الدور الأول، موضحا أنه سيتم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني في الفترة المقبلة. وأوضح وزير التربية والتعليم أن الطالب الذي يعيد السنة الدراسية، يعني اللي هيرصف في أكتر من مادتين، طبعا الدور الثاني للطالب اللي عنده مادتين فقط ولكن او ماده او مادتين، ولكن اللي عنده اكثر من مادتين سيعيد السنه الدراسيه سيكون العام الدراسي المقبل وفق النظام المعدل للثانوي العام، يعني هيمتحن على النظام المعدل اللي هو نظام التابلت حاليا مع الطلاب، مشددا على انه لا الغاء للامتحانات واستبدالها بنظام القدرات في الجامعه. طبعا دي خبر مهم جدا. كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقدت أمس الثلاثاء الاجتماع السنوي لرؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وسط إجراءات وقائية مشددة بديوان عام الوزارة لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالمنتدبين لأعمال الامتحانات والموقف النهائي لتسليم الاستمارات الورقية للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، وذلك تنفيذا للتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وناقش الاجتماع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا والإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس وللمدارس، والذي سيكون يوم 12 مايو 2020 على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء تسليم البطاقات، وسيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة، طبعا ده الموقع اللي هتتنشر عليه أرقام جلوس الثانوية العامة، وطبعا هحط لكم الرابط أسفل الفيديو في نفس اليوم.
وأوضح الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتمد تشكيل لجان عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات، والتي من المقرر أن تبدأ في موعدها المحدد يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020. آخر خبر معنا وهو أن التعليم تعيد تغيير خريطة توزيع المراقبين بالثانوية العامة بسبب كورونا، وتطبق الندب المحلي على مستوى المديريات منعا للمخالطة. مصادر لا استخدام للاستراحات إلا في أضيق الحدود وحماية المعلمين صحيا. طبعا ده الجدول اللي الوزير اعلن او اتكلم قال لك في تقييم في مشروعات بحثيه من السنه الدراسيه من ثالثه ابتدائي لثالثه اعدادي. قال لك قرار الوزاره ايه؟ قال لك اعداد المشروع بواسطه الطالب او مجموعه رقميا او ورقيا وتسليمه قبل 15 مايو 2020. ده بالنسبة لتالتة ابتدائي لتالتة اعدادي. الحل القانوني البديل بقى اللي مش هيقدم البحث ايه؟ قال لك دور تاني يتضمن امتحان ورقي في كل المواد قبل بدء العام الجديد. يبقى دور تاني يتضمن امتحان ورقي في كل المواد قبل بدء العام الجديد. والإشاعة والبلبلة إلغاء الأبحاث واعتماد نتيجة الترم الأول. طبعا الإشاعة أو البلبلة اللي تظهر لهذه الأيام إن الأبحاث هتتلغى واعتماد نتيجة الترم الأول، طبعا دي إشاعة وليس لها صحة. الامتحانات الإلكترونية طبعا هتكون على الصف الأول والثاني الثانوي، وطبعا أداء الامتحانات الإلكترونية من المنزل حسب الجدول المعلن، وسوف يكون البديل دور تاني قبل بدء العام الجديد. دور تاني قبل بدء العام الجديد. بالنسبة للإشاعة اللي بتقول إن امتحانات، وأوضحت المصادر من الصعب أن يتم اعتماد قواعد الندب على مستوى الإدارة لأنها في النهاية امتحانات ثانوي عام، يعني صعب أن نحط قاعدة معينة وليست شهادة إعدادية، لافتة إلى أنه سيتم وضع ضوابط صارمة للندب المحلي الذي سيتم تطبيقه على امتحانات الثانوية العامة حالة استمرار جائحة كورونا. موضحة أن خطابات الندب للمراقبين والملاحظين جاري تجهيزها من قبل لجان الإدارات على مستوى الجمهورية، وسيتم إرسالها إلى المراقبين والملاحظين في مايو المقبل قبل انطلاق الامتحانات. وشددت المصادر أنه سيتم تجهيز الاستراحات للمراقبين، ولكن لن تستخدم إلا في أضيق الحدود وقد لا يتم فتحها من الأساس. يعني طبعا الاستراحات دي تبقى بسيطة عشان إيه؟ منعا للتجمعات. مؤكدة أن استراحات الأعوام السابقة جاهزة، ولكن احتمالية استخدامها ضعيف للغاية، ومن الصعب فتح استراحات كمقر إقامة للمعلمين لسببين، أولهما أن الندب سيكون على مستوى المديرية، أي أن المعلم سيعود إلى منزله في نفس اليوم بعد انتهاء لجنة الامتحان. يعني ما فيش استراحة طبعا، لأن طبعا هيكون الندب داخل المحافظة بتاعته. أما السبب الثاني هو عدم المخالطة بين الأعضاء المشاركين في أعمال الامتحانات. طبعا ما فيش مخالطة لأن إيه؟ ما في منع للتجمعات. وأشارت المصادر إلى أن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة تتم بشكل مختلف عن السنوات الماضية لتناسب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الطلاب سيتم توفير أدوات صحية لهم، أن الطلاب نفسهم هيتم توفير أدوات صحية لهم داخل اللجان، مع تحقيق التباعد بين الطلاب بشكل كبير بواقع من 14 حتى 20 طالب في. وشددت المصادر أن زيادة عدد اللجان يتمثل في زيادة عدد اللجان الفرعية داخل المدرسة وليس التوسعي في أعداد المدارس المخصص. يعني نفس اللجنة هتكون في نفس المدرسة بس هيبقى فيه إيه؟ توسع. كمقر للجان السير، موضحة أن الوزارة بالتنسيق مع عدة جهات أخرى سوف تطبق كافة الإجراءات الصحية والوقائية للطلاب لأداء الامتحان في جو من الهدوء وعدم التوتر.
وأوضحت المصادر أن خريطة توزيع مقدر الدرجات بالنسبة بقى للمصححين بتوع الثانوية العامة وضعهم هيبقى إزاي؟ قال لك بالنسبة لمقدر الدرجات والمصححين في الكنترولات سيتم تغييرها بحيث يحدث تباعد بين مقدر الدرجات والمراجعين في الحجرات وزيادة أعداد الترابيزات المخصصة لتقدير الدرجات مع توزيع أدوات صحية من كمامات ومطهرات داخل الكنترولات. يعني بالنسبة للمصححين هيكتروا في الحجرات وفي نفس الوقت عشان يزودون بكمامات أو أدوات صحية ومطهرات. طبعا أتمنى أن أخبار اليوم تكون استوعبناها. وطبعا بالنسبة للطالب مرحلة ابتدائي أو إعدادي وبالنسبة لطالب الثانوية العامة فهم اللي ليه وفهم اللي عليه. طبعا احنا عندنا بلبلة كتير وإشاعات كتير ولكن دي آخر أخبار الوزارة. وبالنسبة للسادة المعلمين طبعا وصلهم رسالة الوزير بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة كملاحظ أو مراقب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.